حمص حاجز باب الدريب 29/11/2011. شوف المظاهر المسلحة لما قال المعلم انه لا توجد مظاهر مسلحة في المدينة. اما شو هاي شو بسموها هاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هذا جزء بسيط من حاجز باب الدريب، لم نستطيع تصوير الباقي. هات الجريدة تبعت اليوم شان يعرفوا. شوفوا بعينكم هاي جرت اوروبا، مشان اقولوا عم نطبق.